السلام عليكم، معكم أحلام البشري، واحدة من الناس اللي تيسافروا ديما مع رفقة ترافل. عرفني عليها واحد من لي زامي ديالي. السلام عليكم، معكم كريم بن موسى. تعرفت على رفقة عن طريق صديقي ياسين اللحية. معكم شيسان بوزيدي. تعرفت على رفقة عن طريق صاحبتي مريم. السلام عليكم، الاسم الكامل كريم رضا. تعرفت على رفقة باغ لانترميديغ ديال واحد صديقة اللي مولفة كدير لي غوندوني، كنت سولتها ونصحتني باش نمشي مع رفقة. السلام عليكم، معكم مريم من الرباط. بالنسبة لي رفقة كنت أول مرة شفت البروغرام ديالهم في فيسبوك، عجبني البروغرام قررت باش نمشي معاهم بلا ما نفكر. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Raconte de Nianiba. C'est mon meilleur ami qui m'avait proposé de partir avec eux et depuis je voyage qu'avec Rofka. السلام عليكم، سميتي حاتم. واحد النهار كنت مريح في الدار، عيطت لواحد لاجونس دو فواياج وحده اخرى ماشي رفقة. عيطت لهم على واحد البلان اخر بويغنوسن كانوا هما دايرينو، من هذاك النهار ما جاوبوش. دازت شي 10 دقائق بحال هكذاك، هو عيط لواحد الدري سيمو قال لي راه عارف كنت باغي دير مكون، راه كاينه واحد لاجونس سميتها رفقة دايره السيمانه الجايه، عندك شي ساعه باش جاوبني. قل من ديك قبل ما تسالي ديك الساعه انا عيطت له صافي قلت له سير صدام. السلام عليكم، تعرفت على رفقة من خلال المشاركة في واحد تريك لوجهة سيروان. كنت فت درت صغرو وسمعت على سيروان اللي هو تريك شوية طويل تقريبا بحال القد ديال صغرو، وبغيت نتعرف على المنطقة وكتب لي الله أنني نشارك مع رفقة. السلام على سميتي ياسين أكزو، تعرفت على بردوان. الاسم كامل يوسف عثمان. من خلال التصفح ديال العالم الازرق. الاسم فتاح يونس. رفقة تعرفت عليها غير بالصدفة بصراحة فيسبوك. السلام عليكم، انا سميتي يحيى، عندي 7 سنين. كما تشوفوا هنا تنسافر مع بابا وماما بزاف. هنا سافرت مع رفقة رافين مع ماما وبابا ومشينا لعيش بكل الناس وعجبني الحال.